تشجيعا للعمل التطوعي وتكريسا لروح المواطنة وغرس قيم التضامن عند الشباب وإحياء لليوم العالمي للتطوع، أشرف اليوم وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية تحت شعار التطوع مواطنة بمشاركة أزيد من 1000 متطوع. اليوم شبابنا يجتمعون في كل ولايات التراب الوطني لإحياء هذا اليوم من خلال حملات تطوعية ميدانية، ومن خلال كذلك القيام بمختلف الأنشطة الصادقة البيئة والأنشطة التي شبانية التي تجعل الشاب من خلال تلك الأنشطة يعزز ثقافته البيئوية ويعزز ثقافته في التطوع بمختلف القيم التي نؤمن بها. وزارة الشباب وهي تحتفل بهذا اليوم حبت تطلق مجموعة من المبادرات التي من شأنها إضافة بصمة قوية في هذا الميدان، واللي كان أولا إطلاق ما أسميناه بالدرع الشاب المتطوع.